أهلا بكم. هذا الفيديو مخصص للرد على سؤال واحد يتعلق بحملة الشهادات الأدبية وشيء من هذا القبيل. يعني منروح للسؤال. سؤال: أتيت إلى تركيا منذ 4 شهور بقصد القدوم والهجرة إلى ألمانيا كلاجئ أو بطريقة التهريب، وأنا الآن في تركيا أعمل لكي أوفر بعض المال لهجرتي وإمكانياتي المادية قليلة. أستاذ أسألك، أنا لدي شهادتين جامعيتين، الأولى إجازة في التربية قسم معلم صف ومهنتي الأساسية مدرس لمدة 25 عام، والشهادة الثانية إجازة في الحقوق، والشهادتين مترجمتين للغة الإنجليزية ومصدقات من وزارة التعليم العالي والخارجية السورية. هل هاتين الشهادتين يساعدنني في إمكانية قبولي كلاجئ أو فرصة عمل في ألمانيا، علما بأن لغتي الإنجليزية جيدة؟ والسؤال الثاني: إذا استطعت الوصول إلى ألمانيا قبل عام 2024، هل اتفاقية الاتحاد الأوروبي حول اللاجئين تشملني؟ أطلب منك النصح أستاذ وأن تجيبني بطريقتك. طيب، أولا بتمنى ما تحاول القدوم بطريقة التهريب، لا سيما بالبحر، يعني العدد اللي غرق في المركب الأخير غير محدد حتى اللحظة، لكن يتراوح بين 80 و 350 شخص. هدول الناس لوقت ركبوا بالقارب ما كان خاطر ببالهم أنه ممكن يغرقوا ويتحولوا لضحايا مركب لرقم بالأخبار، لأن الإنسان بطبعه بشوف الناس اللي وصلت وما بيركز معي اللي مات على الطريق. واليوم وبكرة ودوما رح قلك أوروبا ليست الجنة وما بتستاهل يموت الإنسان في سبيل الوصول إلها. طبعا أنا ما بلوم أي واحد عم يهاجر، لكل شخص ظروفه، في ظروف عامة ليست خافية على أحد يعني، لكن الإنسان قد ما تعب على المحاولة بالطرق الآمنة ومنها الحصول على أي فيزا أوروبية أفضل 1000 مرة من المخاطرة بحياته. ثانيا، موضوع الشهادات واللجوء، عم تقول تملك شهادتين، هل تساعدان في قبول طلب اللجوء أو الحصول على فرصة عمل؟ بالنسبة للجوء، الشهادات لا تقدم ولا تؤخر في الحصول على حق اللجوء. كتير بتجيني أسئلة مشابهة أنه عندي مرض كذا هل يساعد في اللجوء، عندي وضع صحي شهادة كذا إلى آخره. اللجوء يتم نتيجة التعرض للاضطهاد المبني على 5 أسباب حصرية عددتها أكثر من مرة في فيديوهات سابقة، حتى كل من له مفهوم خاطئ عن اللجوء ما ينوهم. لا شيء يفيد ولا يقدم ولا يؤخر بموضوع اللجوء إلا وجود واحدة من الأسباب الخمسة. نجي للموضوع الثاني، شهادة في الحقوق وشهادة في التربية. معلم صف، هل بتفيد بإيجاد عمل في ألمانيا مثلا؟ الحقيقة أيضا في مفهوم خاطئ، ما بدي أقول خاطئ، خلينا نقول غير دقيق، لدى المهاجر العربي عموما والسوري بوجه خاص، بيقول أنه أصحاب الشهادات الأدبية ليس لديهم فرصة للاستفادة من شهاداتهم والحصول على عمل في ألمانيا، وهذا الأمر مثل ما قلت غير دقيق. صحيح أنه بيواجهوا صعوبات أكبر من أصحاب الشهادات العلمية، لكن بدي ألفت النظر لكلمة السر بهالموضوع. هل شاهدت طبيبا عربي أو سوري لا يجيد الألمانية؟ لا. إذن يلي عم ينفع الطبيب للعمل بشهادته مو بس أنه شهادته علمية، أنه عم يجيد اللغة، وأنت وأنا وأي إنسان بيجيد اللغة الألمانية بدرجة كافية بيقدر يستفيد من شهادته ويلاقي فرصة عمل مناسبة. بالنسبة لشهادة معلم صف، من فترة اكتشفت أنه إحدى المدرسات بمدرسة بنتي سورية ومعها شهادة معلم صف وقدرت تعدلها وتشتغل بموجبها، بس مثل ما قلت بعد الحصول على مستوى لغوي جيد جدا، المخلوقة معها سي آينز وبتحكي بطلاقة مدهشة، وهي على فكرة فوق 50 يعني، ولكن ما شاء الله عليها بذلت جهدها وتعلمت. وبالنسبة لشهادة الحقوق، برضه هناك فرص كثيرة للعمل بالمجالات القانونية المختلفة، وأنا كثير انسألت عن تجربتي بألمانيا بداية من عملي الاستشاري بالهاكر سكول بعد أشهر فقط من وصولي إلى ألمانيا، ومرورا بدراسة القوانين الألمانية 6 الرئيسية، وإن شاء الله رح أقدم تجربتي المتواضعة. بس الحقيقة في تطور مهم عم أشتغل عليه ورح يصير خلال أشهر، يعني وقتها بتكتمل التجربة وبيسعدني أحكي عنها، وبيهمني دوما استفاد من تجاربكم وتستفيدوا من تجربتي. لكن اللي حابب أقوله، الدراسة والعمل ببلادنا له مجالات وتسميات محدودة، لكن بألمانيا المجال أوسع مما بتتخيل. ومن كم يوم لفت نظري حملة بهامبورغ بعنوان جوبس زو بونت في داس ليبن. أنا أول شيء كربجت وشكيت إنه يكون لها علاقة بأصدقائنا جماعة الفخر. لا، ما رح لكم هلأ شو وجه الفخر، مو موضوعنا هلأ. مهم أنا هيك شكيت أول شيء، بس قريت الحملة كلها وما شفت شيء من هاد. المهم الحملة بتقول الوظائف مثل الحياة ملونة ومتنوعة، وحكومة هامبورغ عم تطرح عدد كبير من وظائف مختلفة. ذكروني بإعلان الوظائف الرسمية عنا: بالنظر للسرعة الكلية تعلن المؤسسة العامة للملاحف والإبر والخيطان عن حاجتها لعاملات في المجال. ما علينا، يعني ليش الإعلان عنا على طول بيقول بالنظر للسرعة الكلية؟
يعني ليش على طول مستعجلين؟ خططوا على مهلكم قبل بوقت. المهم الألمان باش منخطط، ونحن لازم نخطط لحياتنا. وبرأيي أي شخص بفكرة جيدة وتخطيط سليم، بيتعلم لغة، بيعادل شهادته، بيبحث بالمكان الصح، رح يلاقي العمل اللي بيناسب مؤهلاته. بس برجع بذكر، اللغة أولا، متى ما أتقنت اللغة رح تنفتح لك أبواب ما كنت بتعرف أصلا بوجودها. والحكي بينطبق على كل الناس بما فيهم حملة الشهادات الأدبية، يلي إن شاء الله بحاول قوم بإعداد فيديو بالوثائق والروابط والأمثلة اللازمة فيما يخص حملة هالشهادات. سؤالك الأخير حول إذا وصلت للاتحاد الأوروبي بعد تطبيق القرارات الجديدة. الحقيقة بالنسبة للسوري الاستثناء يتعلق بموضوع الاحتجاز على الحدود، لأنه مخصص للناس اللي جايين من دول آمنة، أو الناس اللي ظاهر الحال بوضعهم أنه راح يتم رفضهم أو راح يتم رفض طلب لجوءهم. لكن السوري غير مستثنى من قرار إعادة التوزيع. يعني حتى لو وصلت على ألمانيا وقدمت فيها بعد تنفيذ القرار، لأن كل شيء بيصل قبل تنفيذ القرار غير مشمول فيه. إذا وصلت لألمانيا بعد القرار وقدمت لجوء، واكتشفت ألمانيا إنها عندها أعداد أكبر من إمكانياتها وأحالتك بموجب القرار على دولة تانية، ممكن تكون أنت أحد الأشخاص اللي رح يتم نقلهم لبلد تاني. مشان هيك برجع بذكر، السوري مستثنى من قرار الاحتجاز على الحدود بالنسبة لقرارات الاتحاد الأوروبي الأخيرة، لكن ليس مستثنى من كل الإجراءات الجديدة الخاصة باللجوء بما فيها إعادة التوزيع. وبالحقيقة في إجراءات إيجابية رح تكون، وخاصة بالنسبة للسوري، منها ما يتعلق بتسهيلات تتعلق بوجود قريب أو أخ في إحدى البلاد للسماح بكسر البصمة والانتقال لهالبلد، وغيرها من قرارات. يعني هدول هن القرارين الرئيسيين اللي حكيت عنهم بالفيديو السابق، لكن بالحقيقة في أكثر من هيك بكثير، وقلنا لقاء بعد تكامل الصورة أو الشروع بالتنفيذ لتوضيح بقية القرارات يلي ممكن تمس الإخوة العرب في أوروبا. دمتم بخير. اي نعم. 조선민주주의인민공화국 국가우주개발국 포도. اي نعم.